تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة، صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي. مستمعينا الأعزاء، صبحكم الله بالخير، حياكم الله ويانا في برنامج صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتنا المميزة إذاعة نور دبي. خلال البرنامج إن شاء الله مثل ما عودناكم بنتطرق لأمور ومواضيع طبية وصحية تهمكم وتفيدكم. خلال البرنامج كذلك يسرنا استقبال استفساراتكم ومداخلاتكم واقتراحاتكم. قبل ما أذكركم برقم التواصل ويانا، رحب فريق العمل وياي اليوم في الإعداد حسني البلاونة، في التنسيق نجاة السويدي، وفي الإخراج أيمن سرحيل. صبحكم الله بالخير جميعا ويعطيكم ألف عافية. ومحدثتكم الدكتورة عاشة البسطي. بنتطرق لمواضيع كثير اليوم إن شاء الله، مواضيع مهمة ومتنوعة كذلك، منها الطبية ومنها الصحية. أذكركم برقم التواصل 600-55-1414 والرسائل النصية على 4006. مثل ما عودناكم أول فقرة من فقراتنا تكون فقرة السوشيال ميديا، وبنتعرف أكثر على اهتماماتها اليوم وأقلب ما يدور فيها مع زميلة أسماء الجناحي. صبحت الله بالخير أسماء. صبحكم الله بالنور والسرور دكتورة، عليك على كل مستمعين إذاعة نور دبي. صباحك نور وسرور. ناخذكم في جولة في عالم السوشيال ميديا. نحن بس نحب ننوه أن نحن أطلقنا في بداية تحدي دبي اللياقة برنامج اسمه 30 مع عبد الله. صحيح. بيكون هذا البرنامج يومياً. عبد الله قاعد يعني يستخدم الخدمة اللي نحن نعرضها فيها يعني في فترة التحدي، وهي عيادة أنماط الحياة، وكيف أن نمط الحياة الصحي مش لازم يكون قاسي على الإنسان، لكن هو شيء واحد يسويه يوميا. يعني أنت مشكلتنا نحن نصعب الأهداف وآخر شيء ما نسويها. صحيح. فنحن 30 يوم مع عبد الله قاعدين نروج الأشياء هاي، أن كيف نمط الحياة الصحي. كذلك إحنا أمس كان ملتقى الرابع لهشاشة العظام، بما أنه كان يوم العالمي لهشاشة العظام، واللي هي تقدمة لمقدمي الرعاية الصحية. صحيح. اليوم بنكون مباشر ساعة كاملة نتكلم عن مرض هشاشة العظام، ولأنها من الأمراض اللي موجودة فعلا عندنا ونحن دائما نهملها، وفي وايد أشياء تسببها، منها فيتامين دال وغيره، ونحن ما نركز، لكن تؤدي لهشاشة العظام. والأهم ما لها أعراض أسماء، فالشخص ما يكون عارف أن عنده هشاشة العظام إلا إذا من يتعور الخرطة شوية يشوف أن الموضوع خلاص. ولا بيكون في أي توقيت عندكم بخصوص مرض هشاشة العظام؟ بيكون من الساعة 11 من الساعة 12. نعم. على الانستغرام هيئة الصحة، وعلى الانستغرام لايف برق الإمارات وبرق الصحة بعد. ممتاز. نحن عندنا بعد كذلك يوميا نصيحة في فترة تحدي دبي للياقة، ونصيحة اليوم تقول: إحدى الطرق لمعرفة السرعة المناسبة لرياضة المشي هي أن تكون قادرا على التحدث وليس على تدريس كلمات أغنيتك المفضلة. وبيع أن تتغني ومشتان تشي والدندن، لا، لازم على الأقل بس الليفل أنت فيه تتكلم. يعني تكون هذا دليل أن الواحد يكون مركز على الرياضة أكثر من تركيز على شيء ثاني. ترى واحد يقول أنا أمشي يومياً بس ما تغير شيء، ترى أنت أنا قاعد تمشي على كيف شوبينج مول هذا مو ب... ونختمها بالرسالة الصباحية وهي تقول: في كل عمل نقوم به لابد من وجود عنصر من عناصر المتعة، نحب القيام به وابحث عنه لتحب ما تعمل ولتبدأ فيما تقوم فيه. ودمت بصحة وسعادة. ودمت بصحة وسعادة أسماء الجناحي، شكرا لك.
هذا بخصوص مستمعينا اهتمامات السوشيال ميديا وأغلب ما يدور فيها اليوم، وبخصوص صحة لايف بيكون عندنا مرض هشاشة العظام بيكون لايف على انستغرام هيئة الصحة بدبي وبرق الإمارات، بيكون من الساعة 11 ل 12. فيعني جميل الواحد يسمع ويتعرف على هالمرض أكثر، خاصة من أصحاب الاختصاص والأطباء المختصين في هذا المرض، لأن هالمرض يعني معظم الحالات تكون غير، يعني الشخص ما يحس بأي أعراض خلالها، بس يوم يتعرض لأي شيء، يعني يتعرض لأي كسور أو أي إصابات، بعدين يكتشف أن عنده هشاشة العظام. ف يعني من 11 ل 12 ساعة الواحد يتعرف فيها، وبيكون على إنستغرام لايف لهيئة الصحة في دبي، فالواحد يقدر يدخل خلال ساعة ويتعرف على أشياء وايدة، وكذلك حتى لو ما لحق على عليها بيلحق عليها بعدين، يعني بعد وقتها، وبيلاحظ أن الناس تسأل أسئلة يمكن هو يستفيد منها أكثر وأكثر، تغطي هذا الموضوع بالكامل. نرجع لفقرتنا التوعوية، واليوم تكلمنا مرة وبنرجع نتكلم مرة ثانية بخصوص الوقاية من سرطان الثدي، ويانا أخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي الأستاذة حصة أحمد. صبحت الله بالخير حصة. صبحت الله بالنور أختي وجميع مستمعينا الكرام. حابين نتعرف أكثر عن الوقاية من سرطان الثدي، تكلمنا قبل بس ما أن الموضوع جدا مهم ويعني يخص فئة كبيرة سواء النساء أو الرجال، حابين نتعرف أكثر عليه. صح، بما نحن الحين في شهر أكتوبر، وما الكل يعرف أن هذا هو شهر التوعية بسرطان الثدي وكيفية الوقاية منه، بنركز نحن في هاي الفقرة على التغذية، لأن في دراسات كثيرة أثبتت أن تقريبا ما يعادل 40% من حالات السرطان ممكن أن كنا نتفاداها إذا كنا نتبع نظام الحياة الصحي اللي هو يشمل الرياضة والتغذية السليمة. صحيح. الدراسات هاي ركزت على أنها تبين شو الأشياء اللي في الغذاء ممكن أنها تساعد في الوقاية من أمراض السرطان والأورام، وشو بخصوص زيادة الوزن، لأن لاحظوا أن الناس اللي عندهم كتلة الجسم تكون زايدة يعني أكثر عن 24.9، هني هم يكونوا معرضين أكثر للإصابة بسرطانات بشكل عام، مش بالأخص سرطان الثدي. وشافوا بعد أن نسبة الدهون هي العنصر الأساسي اللي يسبب هاي المخاطر. فلنفرض مثلا إذا واحد كان مثلا وزنه في المعدل الطبيعي اللي هو من 18.5 لين 24.9، وزنه كان طبيعي ولكن نسبة الدهون عنده كانت زايدة، نسبة الشحوم اللي في الجسم، هني يكون له أيضا خطر الإصابة بالأمراض السرطان. يعني نحن ما نشوف الوزن بس، نشوف نسبة الشحوم بعد. هو المعدل الطبيعي يكون للسيدات تقريبا من 20 لـ 32، يعني على حسب العمر، بس هذا هو الأفريج يعني. نعم. وعند الرجال يكون أقل، بس ما نعرف أن الرجال عندهم دهون تكون أقل، يكون تقريبا من 8 لـ 20% من كتلة الجسم. ولازم نتذكر شيء بعد، أن صح سرطان الثدي منتشر بشكل كبير عند النساء، ولكن حتى في حالات اكتشفوها عند الرجال، فمن المهم أن حتى الرجال يتبعون نظام الغذاء الصحي عشان يتجنبون هالشيء، مع أنه صح أنه وايد نادر، يعني أقل من 1% من الحالات كانت في الرجال، ولكن نحن بعد لازم يعني نحرص على أن نقي أنفسنا يعني من هذا المرض. صحيح. بقولكم أنا بعض النصائح اللي لازم تسوونها والأشياء اللي لازم تتجنبونها عشان تخففون من خطر الإصابة بالسرطان. أول شيء لازم نمارس الرياضة على الأقل نص ساعة يوميا، رياضة المشي، السباحة، الدراجات الهوائية اللي انتو تحبونها، عشان نحن شو نسوي هني، نحفز الدورة الدموية بحيث انها تنقل الأكسجين بشكل صحي وطبيعي لكل الخلايا اللي موجودة في الجسم.
ولازم نحرص على أن نخلي الحبوب كاملة النخالة والخضروات والفواكه من العناصر الأساسية في وجباتنا اليومية. يعني لازم نركز على الخضروات والفواكه لأنها تحتوي على شو مضادات الأكسدة. ممتاز. شو يعني مضادات الأكسدة؟ كم أنا لازم أخذ من هاي المضادات؟ بخبركم الحين. مضادات الأكسدة هي مركبات نباتية. نعم. تعمل على منع حدوث عملية الأكسدة، يعني شو هي تمنع فقد الإلكترونات في المركبات، يعني تحافظ على صحة عملية الخلايا. نفس ما نعرف الخلايا السرطانية هي يكون فيها خلل في عملية التكاثر. نعم. فنحن يوم نستهلك هاي المركبات النباتية الموجودة في الخضروات والفواكه نحافظ على الخلايا. ولازم بعد نستهلك الخضروات والفواكه بشكل يومي تقريبا على الأقل 3 مرات في اليوم، ونحاول أن ننوع في الألوان لأن الصبغات اللي في الخضروات والفواكه الصبغات الطبيعية هي تعتبر المضادات اللي موجودة فيها. فمثلا أنا على الغداء ممكن أخذ برتقال، على العشاء ممكن مثلا فواكه مثل الفراولة والتوت، وعلى بين كسناك يعني أقدر أخذ بروكلي مثلا من الخضروات. فلازم نحاول ننوع في الألوان. نعم. الدراسات أثبتت أن هذا التنوع ممكن أن يساعد في الوقاية من السرطانات. أمثلة طبعا للوجبات نفس ما قلت لكم البروكلي، الملفوف الأحمر لأنه فيه اللي هو مركب الجلوكوسينات اللي هو بعد نوع من أنواع المركبات النباتية. نعم. الثوم في دراسات بعد بينت أن نفس ما نعرف أن الثوم لها خاصية المضادات الحيوية وتستخدم لعلاج كثير والوقاية كثير من الأمراض مش بس السرطانات بالأخص، ولكن الثوم بعد نفس ما نعرف أن له خصائص تعزز إصلاح الحمض النووي في الخلية، فبالتالي أيضا تساهم في الحفاظ على صحة الخلية. صحيح. أستاذة حصة داهمنا الوقت، كلمة أخيرة توجهينها لمستمعينا الكرام خلال البرنامج. بس حبيت أذكرهم أن هاي الخطوات البسيطة اللي نتبعها في نظامنا الغذائي تختصر لنا معاناة طويلة. صحيح. فوايد مهم أن نحن نحافظ على صحة جسمنا ونتبع نمط حياة سليم خالي من المضار. الأستاذة حصة أحمد أخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي، شكرا لك. شكرا لك. هذه نصايح عطتنا إياها الأستاذة حصة أحمد أخصائية التغذية بخصوص الوقاية من سرطان من السرطانات عموما وبالأخص من سرطان الثدي، لأن مثل ما تعرفون الوقاية خير من العلاج، وكذلك التغذية تلعب دور كبير كبير سواء في الوقاية وفي مرات كثيرة حتى في المساعدة على العلاج من أمراض معينة. مستمعين الكرام طالعين فاصل وراجعي لكم بنتكلم عن مواضيع كثيرة نتكلم أكثر عن عيادة أنماط الحياة بس بعد الفاصل. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء رجعنا لكم مرة ثانية في برنامج صحة وسعادة. أذكر برقم التواصل 600551414 والرسائل النصية على 4006. حياكم الله. طبعا كلنا عارفين أن هذه الفترة اليوم بيكون الرابع من تحدي دبي للياقة 30-30، وتشارك هيئة الصحة بدبي بحزمة من الأنشطة والفعاليات المتنوعة خلال هذا التحدي اللي يستمر حتى 16 من نوفمبر المقبل إن شاء الله. وقد حرصت الهيئة بدبي هيئة الصحة بدبي على تخصيص عيادة يومية تحت اسم عيادة أنماط الحياة لتقديم خدماتها المجانية للزوار والمشاركين في هالحدث الرياضي. وبنتعرف أكثر على هذه العيادة ويسرنا يكون ويانا اليوم عبر الهاتف الدكتورة حنان الحمادي، طبيب استشاري ومدير إدارة الشؤون الصحية بقطاع الرعاية الصحية الأولية بهيئة الصحة بدبي. صبحت الله بالخير دكتورة حنان.
يا هلا، يا صباح الخير يا دكتورة، حياك الله. أي الله يحييك دكتورة. طبعا هذه الفعالية يعني حرصت هيئة الصحة بدبي على تخصيص عيادة يومية، واسم العيادة كذلك عيادة أنماط الحياة في هذه خلال فترة التحدي. فحابين نعرف فكرة عن هذه العيادة وين موجودة بالضبط خلال فترة التحدي. ممتاز. طبعا عيادة أنماط الحياة عبارة عن خدمة قائمة في الهيئة، هي عبارة عن عيادة تسمى بأنماط الحياة، عيادة أنماط الحياة حاليا موجودة طبعا بشكل مجاني لكل اللي حاب يمر وياخذ خدمات هذه العيادة في فيستيفال سنتر. تقدم الخدمات نفسها اللي تقدم في هيئة الصحة. طبعا تعتبر عيادة أنماط الحياة من العيادات المميزة كفكرة، يعني خلينا نقول فكرة رائدة وجديدة على مستوى سواء كان الدولة أو على مستوى الشرق الأوسط، من العيادات رائع يعني الأفكار الجديدة اللي أطلقت. شو تسوي هالعيادة؟ العيادة تعتني احنا ما نقدر نسميه المريض، المتعاملين. نعم. اللي يكون عنده مثلا عوامل اختطار مثل سمنة، اللي ممكن يكون عندهم الوزن الزائد، وطبعا المرضى اللي معرضين للسكري. يعني قبل لا يوصل المريض لمرحلة السكري بالعادة يكون في عبارة عن استبيان، يقوم المريض بملء الاستبيان ونشوف كيف مدى الخطورة اللي هو معرض لها. طبعا احنا لا شك ان اغلب البيوت طبعا عندنا تاريخ اسري، سواء الام الاب الجدة، الا ما يكون صحيح عندهم مرض السكري. فاحنا بالعادة في هالعيادة نحاول قدر المستطاع ان طبعا هي عيادة ما فيها أي أدوية، هي عيادة تعتمد على تغيير أسلوب الحياة، تغيير الممارسات اللي يقوم فيها المتعامل بمساعدة طبيب أخصائي وأخصائي تغذية وتدقيق صحي. ففي العيادة بالعادة المريض يزور ثلاث تخصصات في نفس الزيارة. ممتاز، يعني مثل ما نقول تكميلي كامل، يعني ما فقط الطبيب يكون نعم موجود. ونفس ما قلنا هو طبعا وقاية من الأمراض اللي ذكرناها، سواء السكري أو أمراض القلب والشرايين. فبالتالي نساعد المريض في رحلته أنه يحاول يغير من سلوكه ومن نمط حياته. دكتورة، حابين نتعرف أكثر عن هالخدمات اللي تقدمها العيادة. طبعا الخدمات موجودة في هيئة الصحة في دبي، المريض نعم موجودة في عيادات الرعاية الصحية الأولية. نعم. يقدر المتعامل، احنا ما بنقول مريض مرة ثانية، المتعامل ممن يعاني من الوزن الزائد أو عنده سمنة أو عنده عوامل مثلا، تعرفين دكتورة عاشة، مثلا معدل السكر عنده قبل السكري اللي هو لحد الآن ما يال السكر لكن هو معرض أنه يصاب بالسكر، ممكن يزور أطباء الأسرة وبدورهم يقومون بتحويله على العيادة اللي ذكرناها اللي هي عيادة أنماط الحياة. العيادة موجودة في مكانين، بس بإمكان أي متعامل يروح لأي عيادة من عيادات الرعاية الصحية ويتم تحويله لعيادة أنماط الحياة. كذلك إن شاء الله راح يكون في تطبيق ذكي على موقع الهيئة يسمى حياتي قريبا جدا، وين يمكن المريض أنه يدخل هالتطبيق ويملي الاستبيان، وبعدها أوتوماتيكيا إن شاء الله راح ينحجز لموعد للعيادة. ممتاز. في حالة تستدعى الوضع أنه ينشاف يعني في العيادة. ممتاز. في فئة عمرية مستهدفة لهذه العيادة؟ طبعا فئة البالغين من 18 وفوق. نعم. سواء الرجال أو النساء. من 18 لفوق من النساء من الجنسين. دكتورة، طبعا كنا عارفين أهمية أنماط الحياة، فحابين نتعرف أكثر عن الهدف من توفير هذه العيادة للجمهور. نعرف دكتورة عاشة أن معدل السمنة قد يكون عالي في دولة الإمارات، الأنماط الغير صحية، قلة الحركة، طريقة الأكل. فنفس ما قلنا هاي فكرة العيادة تعتبر من الفكرة من الأفكار الرائدة الصراحة على مستوى المنطقة. نعم. أن نحن نساعد المتعاملين يغير أسلوب حياته بالمتابعة، وطبعا الخدمة تعتبر متوفرة للجميع سواء المواطنين وغير المواطنين، تساعده ونمشي معاه في الدرب، يعني نحاول قدر المستطاع تغيير أسلوب الحياة لتجنب
العوامل المختطرة أو الأمراض اللي قد تؤدي إلى الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والشرايين والسكر. فنفس ما قلنا هي عبارة عن عيادة لتغيير أسلوب الحياة واتباع أسلوب حياة صحي، وعندنا نسبة النجاح ما شاء الله عالية جدا، يعني عندنا تقريبا 70% من المتعاملين اللي دخلوا في العيادة قدروا أن ينزلون من وزنهم، وفي نفس الوقت يعني بما أن هم نزلوا من وزنهم طبعا تنزل معاهم عوامل اختطار اللي هي مثلا قابليتهم لمرض السكري أو قابليتهم لأمراض القلب والشرايين بسبب الوزن الزائد والسمنة. صحيح، وعدد كبير يعني 70% من المتعاملين اللي تابعوا في العيادة. نتائج ممتازة جدا. ممتاز ممتاز. والجميل دكتورة كذلك أنه مو فقط الطبيب، يعني الطبيب مع أخصائي التغذية مع المثقف الصحي. نعم نعم، الجميل في العيادة أن يعني قدر المستطاع أن نخلي المتعامل نقصر عليه رحلة العيادة، يعني أن يكون كلهم موجودين في نفس الزيارة، فهو في نفس اليوم يدخل على الطبيب ويتابع مع المريض ويتابع الطبيب مع تطوراته، بعد ذلك يدخل لخبير التغذية يحسن له جدوله يحط له جدول والتثقيف الصحي في نفس الوقت. ممتاز دكتورة. طبعا نحن معظم يعني هدف هذه العيادة هي الوقاية من أمراض عن طريق تغيير أسلوب حياة الشخص نفسه، فشو هي أهمية اتباع أنماط الحياة الصحية عشان ودورها في الوقاية من الأمراض؟ طبعا اتباع نمط حياة صحي يعتمد عليه كل الأمراض اللي أنت قد تصاب بها في المستقبل. لا شك أن الجينات تلعب دور إذا كان في تاريخ أسري، لكن بمجرد ما أنت تغير نمط حياتك وتتبع أسلوب صحي حتى النسبة تأثير الأمراض اللي موجودة في الأسرة تقل لديك إذا أنت اتبعت نظام صحي. لذلك اتباع نظام صحي مهم جدا، وممكن عادة نبدأ بتغييرات بسيطة، يعني نزيد الحركة، نزيد نقلل بعض أنواع الأكل اللي المريض ممكن يكون مثلا مفرق فيها. فنبدأ بعادات سلوكية، ومع الوقت يعني مع اتباع العادات السلوكية لا شك أن تغيير نمط الحياة راح يأثر على الصحة بصورة عامة. صحيح صحيح. دكتورة حنان، كلمة أخيرة توجهينها خلال البرنامج المستمعين. نفس ما قلنا اتباع نمط حياة صحي مهم جدا، لذلك أدعو كل اللي حاب يتأكد أنه هو في الخط السليم للصحة أنه ممكن يزور العيادة سواء في المراكز الصحية أو ممكن الرعاية الصحية الأولية في دبي، أو ممكن يمر علينا حاليا نحن في فيستيفال سيتي موجودة العيادة، يسأل عن المكان ويروح لها، لأن راح يأخذون كتلة الجسم ويعطونا شوية معلومات جميلة. فبالتالي بما أن هاي فرصة أن نحن نغير أسلوب حياتنا خلال دبي تشالنج أو تحدي دبي خلال 30 يوم، ففرصة أن نتأكد من أن احنا ماشيين في المسار الصحيح لأسلوب الحياة. ممتاز. دكتورة حنان الحمادي، طبيب استشاري ومدير إدارة الشؤون الصحية بقطاع الرعاية الصحية بهيئة الصحة بدبي، شكرا لك ونتمنى لكم كل التوفيق. شكرا. شكرا لك دكتورة حنان. مستمعينا، هذا كان بخصوص التحدي دبي بعيادة أنماط الحياة اللي موجودة مثل ما ذكر دكتورة حنان في عيادة البرشة وعيادة ند الحمر، وكذلك الحين خلال تحدي دبي للياقة موجودة في الفستيفال سنتر لمتابعة، وكذلك هدف العيادة تغيير نمط الحياة للوقاية من أمراض كثيرة يتبعها نمط حياة معين. مستمعينا، طالعين فاصل إن شاء الله ورادي لكم، تمو ويانا. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، حياكم الله ويانا مرة ثانية في برنامج صحة وسعادة. أذكركم برقم التواصل 600-551-414 وعلى رسائل النصية 4006. حياكم الله. بنتكلم في فقرتنا الحين عن أهمية الفحص المبكر للكشف عن سرطان الثدي، ويعد الكشف المبكر عن الإصابة بسرطان الثدي أحد الإجراءات المهمة اللي يتوجب على السيدات القيام بها لتفادي المضاعفات السلبية بهالمرض والوصول إلى نتائج ونسب شفاء عالية. وبتكون ويانا اليوم الدكتورة منى عبد اللطيف، أخصائي أول صحة عامة بهيئة الصحة بدبي، بنتحدث أكثر عن هذا الموضوع. صباح الله بالخير دكتورة منى. السلام عليكم دكتورة عائشة، شكرا لاستضافتنا من إدارة حماية الصحة العامة والسلامة.
أهلا دكتورة. دكتورة، حابين اليوم بنتكلم أكثر عن أهمية الفحص المبكر للكشف عن سرطان الثدي، فحابين نتكلم أكثر عن أهمية هذا الكشف المبكر. نعم دكتورة عارفة، أنا عندي خبر مزعج وعندي خبر زين، شو رأيك نبدأ بالمزعج ولا بالزين؟ نبتدي بالزين. نبتدي بالزين، نبتدي بالزين. يعتمد على أهمية الشيء دكتورة. أنا أقترح نبدأ بالخبر المزعج دكتورة عاشة عشان ننهي بالخبر الزين. خلاص نبتدي أساس تكون يعني ختامها مسك إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. فالخبر المزعج دكتورة إن حسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية، كل سنة نحو 500,000 امرأة يتوفين بسبب سرطان الثدي. نعم. أغلب هذه أغلب السيدات أو المرأة بشكل عام، مو بشرط سيدة آنسة، أغلب النساء اللاتي يتم تشخيصهن يكن في مراحل متأخرة من المرض، ويكون معدل البقاء على قيد الحياة لمدة 5 سنوات تقريبا من 10-40%. يعني هالرقم مو حلو. نحن لأن العدد كبير. نعم. نحن نعرف دكتورة أن متوسط العمر المأمول عند الميلاد لدولة الإمارات بالنسبة للإناث هو تقريبا 79 سنة. 79 سنة تقريبا. نعم. قولي 80 سنة دكتورة. نعم. فيعني الحين تصوري أن السيدات يعني ما يصلون هالمرحلة من العمر. نحن نتمنى للجميع طول العمر والصحة والسلامة، ونتمنى أنهم يعيشون أكثر من 80 سنة أيضا إن شاء الله. فنحن نحب أن يعني ننبه النساء. نعم. لأول لسرطان المميت رقم 1 للنساء، والذي هو سرطان الثدي، وكيف ممكن الوقاية منه. فهذا كان الخبر المزين. بس الخبر الحلو والزين إن هيئة الصحة بدبي فعلت برنامج اسمه بسمة. نعم. برنامج بسمة هذا خبر وايد زين حق كل النساء، بناتنا وخواتنا المواطنات المقيمات والمقيمات في إمارة دبي. عبر هذا البرنامج دكتورة، أي أخت عمرها 40 سنة فما فوق تقدر تصير عند دكتورتها، سواء في دكتورة الأسرة. نعم. طبيب الأسرة، أو دكتورة الممارس العام. نعم. أو دكتورة الأمراض النساء والولادة، وتطلب فحص الثدي. لأن إذا نحن سوينا فحص الثدي في وقت مبكر، ممكن يزيد الخبر الزين، ممكن يزيد معدل البقاء على قيد الحياة لمدة 5 سنوات من 40% إلى 80%. شوفي دكتورة قفلة وايد كبيرة. وايد. نعم. ونحن يعني نقول إنه يمكن يعني إن شاء الله كل حد يكون في نصيبه الشفاء إن شاء الله. إن شاء الله. إذا لا قدر الله كان معرض للإصابة بهذا المرض، ففي أمل وفي فرص للنجاة وفي فرص للشفاء إن شاء الله. صحيح. دكتورة، أنت ذكرتي العمر من عمرها 40 سنة، فمن أي عمر يبدأ الفحص الدوري لسرطان الثدي؟ نعم. سؤالك مهم دكتورة عاشة. الحين نحن عندنا فئتين من النساء، سواء متزوجة أو مو متزوجة. صحيح. يعني نحن يوم نقول النساء يشمل السيدات والآنسات. نعم. فنحن يعني في برنامج بسمة ننصح النساء من عمر 20 سنة إلى أقل من 40 سنة إن أول شيء في البيت يتعرفن على أفدائهن، طبيعة أفدائهن. نعم. فيسوون الفحص الذاتي مرة في الشهر، كم من يوم عقب الدورة الشهرية، أن يكون نسيج الثدي أقل ألما ويكون خف الاحتقان الموجود. فتستطيع المرأة أن تنتبه لحجم وشكل الثديان، إذا واحد أكبر من الثاني مو مشكلة، واحد أصغر من الثاني مو مشكلة كبيرة. تنتبه على لون الجلد متغير، محمر، مسام الجلد اللي على الثدي، على نسيج الثدي، هل هو متغير مثل البرتقال، مثل جذر البرتقال مثلا، يعني المسام شوي يعني متوسع. ايه ممكن تكون مناطق معينه، مو كل الجلد، يعني مناطق معينه في الجلد عليها احمرار،
أو عليها تغير الجلد مثل مسامات متبطلة مثل ما تفضلتي دكتورة، أو تشوف إن الحلمة مثلا تغير موقعها، أو تغيرت الحلمة فاستوى فيها انخماط إلى الداخل بدل ما يكون فيها بروز للخارج. نعم، هذا المشاهدة. بعد المشاهدة يأتي فحص اليد. نعم، لازم ما نستحي، هذا شيء يعني هذا جسدنا، هذا العلم قال حقنا إن هاي طريقة مهمة للفحص، فما نستحي ونحاول نتلمس أجزاء من الثدي كلها تقريبا بضغط خفيف، نشوف هل في مثلا حبة صغيرة ورمة كبر العدسة، كبر العنب، كبر الكرز. إذا في ورمة من هالنوع لازم نكلم الدكتورة، ما نخاف، لأن ساعات هالورم يكون حميد وما يخوف. صحيح، بس مهم نكلم دكتورتنا. صحيح، إذا شفنا بالضغط على الحلمة نازل يكون مثل إفرازات، نعم، غير معهود. نعم، المرأة تعرف السوائل المعهود. صحيح، إذا كان شيء غير معهود، في دم، في مد، في لون غريب، بعد تكلم الدكتورة. بعدين تأتي المرحلة الأخيرة من فحص الثدي، أن نتلمس منطقة الباط الأبساين. نعم، منطقة المنطقة اللي فوق عظمة الترقوة. نعم، نشوف نفس الشيء في ورمة ولا ما في ورمة، أي شيء نحن مرتاحين منه نكلم دكتورتنا، الدكاترة موجودين عشان يساعدونا. صحيح، فنحن ننصح جميع النساء من عمر 20 إلين أقل من 40، لو سمحتم يا سيداتنا، يا أخواتنا، يا بناتنا، مرة في الشهر له الفحص الذاتي. نعم نعم. ودكتورة، من بعد 40 سنة أو من 40 سنة وما فوق، بالنسبة 40 سنة فما فوق، بعد الفحص الذاتي مهم. نعم، وأيضا الذهاب إلى طبيبتنا اللي هي طبيبة الأسرة أو الممارس العام أو طبيبة أمراض النساء الولادة اللي أتابع وياها، مرة في السنة هي تفحص لي الثدي. حين أنا في البيت المفروض كل وحدة في البيت تفحص الثدي روحها، بس مرة في السنة عقب 40، من 40 إلى أقل من 70 سنة الدكتورة تفحص. نعم، ومرة كل سنتين الدكتورة بتطلب أشعة الثدي الماموغرام. مرة كل سنتين يعني؟ نعم، كل سنتين إذا كانت الأشعة طبيعية تعيدها السيدة أو الآنسة. نعم، بعد سنتين. نعم، والخبر الحلو أنه ببلاش، الحمد لله، التأمين يغطي هذا الفحص. دكتورة، هاي هدية وايد كبيرة، وايد جميلة، ويعني هدية مفرحة، هالخبر المفرح أنه هذا الفحص مجاني لكل بناتنا وخواتنا المواطنات والمقيمات في إمارة دبي. التأمين الصحي ماله، كل شركات التأمين، كل أنواع التأمين يغطي هذا الفحص. تغطي هذا فلا الفحص. تخافون، لا تحاتون يعني لا تحاتون الحالة المادية، توكلوا على رب العالمين، كلموا طبيبتكم وطبيبتكم تعرف كيف تتصرف. دكتورة، أماكن توفر خدمة الفحص الدوري؟ نعم، الخدمة موجودة طبعا عند في كل عيادات الصحة، هيئة الصحة بدبي. نعم، عند طبيب الأسرة، وعند أيضا طبيبة أمراض النساء والولادة. أما الناس اللي السيدات والأنسات خواتنا اللي يحبون يسيرون في القطاع الخاص، متوفر أيضا، لأن التأمين يغطي كل مكان، يغطي القطاع الحكومي والقطاع الخاص. فسواء الدكتورة اللي تتابع عندها الأخت كانت في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، ما يهم، اتكلمي دكتورتش تعرف كيف تتصرف. بس دكتورة، إذا تسمحي لي أتكلم شوية عن هاي ريسك. أكيد، لأنه جدا مهم. نعم نعم، النساء الذين يعني هم على معدل خطر شوية أكثر من الثانيات. صحيح، هذا السيدات أو الآنسات خواتنا التي عندهم تاريخ عائلي للمرض، سواء كانت الجدة، الأم، الأخت، الخالة، أو العمة، حتى أي حد كان من الأقرباء عنده
تاريخ مرضي لا تترين لين 40 سنة. كلمي دكتورتك اليوم، حتى لو عمرك 20، حتى لو عمرك 18، كلمي دكتورتك اليوم. الدكتورة تعرف تحط لك خطة مختلفة. صحيح. النساء اللات لديهن تاريخ مرضي في العائلة، أو اللاتي كان عندهم أصلا قبل سرطان ثدي وتم معالجته، أو أجرينا جراحة في الثدي كان في يعني ورمة، كان في أول ورمة وشلوها، أو تعرضوا للإشعاعات لسبب ما. أرجوك لا تترين لين 40 سنة وتكلمين دكتورتك. أرجوك كلمي دكتورتك الآن. صحيح، متابعتها. صحيح، الدكتورة تعرف شو تسوي. والحمد لله مثل ما ذكرتي دكتورة منى، يعني سواء في الحكومي وسواء في الخاص التغطية هي موجودة. هذه هدية، هذا يعني خبر وايد، أنا وايد فرحت الحمد لله يوم سمعت هالخبر. هاي هدية وايد حلوة من هيئة الصحة بدبي لجميع خواتنا المواطنات والمقيمات في إمارة دبي. هاي هدية وايد كبيرة، أنا وايد وايد فرحت بالموضوع. دكتورة منى، بعد الكشف الدوري شو هي البرامج العلاجية المتوقعة في حال انكشف، يعني صار كشف وصار يعني قلنا لا قدر الله كان في وجود للمرض؟ عندنا بعد خبر زين الحمد لله رب العالمين. أيضا التأمين الصحي برنامج بسمة يغطي العلاج الحمد لله رب العالمين. العلاج متوفر، إذا لا قدر الله الفحص المبدئي طلع فيه يعني إبيضاض في الاشتباه، يعني في ابيضاض في الماموغرام في الاكسري، نعم، بعدين يصير نصير الخطوه الثانيه، الدكتوره تاخذ الموضوع للخطوه الثانيه والخطوه الثالثه. الخطوات تتضمن التراساوند، موجات صوتيه، تتضمن ربما خزعه، في اجراءات اخرى، بس يعني كل هالاجراءات تخلص في وقت قصير. واذا محتاجين علاج مدة العلاج بسرعة، والتمويل متوفر الحمد لله رب العالمين. فلا نحرم نفسنا، يعني ما نقول إن يعني ما نحبط عمالنا، لا أنا أزيغ ما أبا، وإذا صرت شو بيصير، لا يعورني الماموغرام أنا سمعت إنه وايد يعور ما أبا أجربه. يعني الحمد لله حين الفحص متوفر، الحمد لله لازم متوفر. وكذلك أهمية هذا الفحص، يعني نحن الحين نحن لازم شوية نشد حيلنا، نحن الحريم نشد حيلنا وندير بالنا على نفسنا شوية. ممتاز. وأهمية الفحص يعني يمكن ياخذ دقائق، بس أهميته تساوي سنوات، يعني أهمية هذا الفحص تساوي سنوات، وهو يمكن خلال دقائق الوحدة تكمل الفحص وتخلص. بالضبط دكتورة، وبالضبط، وهاي السنوات علشان إن شاء الله يعني تعيشون بصحة وسلامة، وتشوفون عيالكم وعيال عيالكم، وتزوجونهم، وتشوفون أحفادكم. دام إن الله كتب لنا فرصة البقاء أكثر، فهذا كل أقدار الله وكل من علاج الله، يعني الحمد لله رب العالمين. فلماذا نحن ما ناخذ هذه الفرصة؟ ليش ما ناخذ هذه الفرصة اللي الله وفرها حقنا والحكومة وفرتها حقنا بعد؟ صحيح. وفحص الماموغرام مثل ما ذكرتي، ومثل ما ذكرتي بخصوص الفحص، يبتدي من 20 سنة ل40 سنة ويكون الفحص الذاتي، ومن 40 سنة فما فوق يكون عن طريق الماموغرام. نعم، عن طريق الزيارة الدورية السنوية للدكتورة. نعم. الماموغرام. أما إذا في عوامل خطر أعلى فلا نتريى لين 40 سنة. صحيح، ما نتريى لأربعين سنة، والحمد لله المراكز متوفرة في كل مكان. مثل ما ذكرتي التغطية بتكون سواء للحكومة أو للمستشفيات أو العيادات الحكومية، وكذلك بالنسبة للقطاع الخاص. دكتورة منى، كلمة أخيرة توجهينها لمستمعين الكرام خلال البرنامج. نحن الحمد لله يعني عايشين في بلد خير ونعمة، وعندنا خدمات صحية ممتازة ما شاء الله، وعندنا خدمات وقائية ممتازة. بناتنا خواتنا لا تهملون صحتكم علشانكم وعشان عيالكم وعشان عيال عيالكم. نحن نتمنى لكم العمر المديد والسلامة، أرجوكم بادروا إلى فحص الثدي. دكتورة منى عبد اللطيف، أخصائي أول صحة عامة بهيئة الصحة بدبي، شكرا لك. شكرا دكتورة، شكرا شكرا لك.
طبعا مستمعينا، هذه كانت فقرتنا بخصوص أهمية الفحص المبكر للكشف عن سرطان الثدي، وأهمية كبيرة جدا خاصة إذا كان في المراحل الأولى، يعني العلاج يكون جدا أسهل، والخدمة مثل ما ذكرت دكتورة منى متوفرة سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص كذلك. مستمعينا وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، أشكر فريق العمل وياي اليوم في الإعداد حسين البلاونة، في التنسيق نجاة السويدي، وفي الإخراج أيمن سرحيل، يعطيكم العافية جميعا، ومحدثتكم الدكتورة عاشة البسطي. نلقاكم إن شاء الله باكر على نفس التوقيت من 10 لين 11، ودمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.